السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حنا جينا درنا واحد الدويره في المناره واحد البليصه دي كيجيو لنا الناس كيجلسوا فيها. دابا حيت الصيف سخونه، يعني كاينه الشمس حاره، هاد البلايصه هادو كتلقاي الناس كيديروا نزاه، كيجيبوا معاهم غديوتهم كيجلسوا النهار كامل من الصباح حتى العشيه. هي اصلا 6 تتسد، ولكن اللي داخل فيها يعني ما كيخرج مع ديك 6، يا لين 6 كتسد صافي، ولكن اللي فيها كيبقى يخرجوا، ممكن يخرجوا حتى ديك 7 هما كيخرجوا الناس. دابا حيت الشمس والحراره ما كاينينش بزاف الناس اللي جالسين فيها. ها هي ما بعيداش من المطار ومعروفه، المناره فيها واحد السرير، حنا غادي نمشيو نشوفوه. بيجي وليداتو مرتاح، انا نتكلمو ما يخافش عليهم، و تيكونو الناس كيجيبو معاهم قلت لكم هذاك الكوتي ديالهم ولا اللي بغاو. كاين هنا حتى في هذا المنتزه كيجيو الناس كيلعبو، كاين هذاك معروفه مراكش بالدقه المراكشيه، تقيتيقات فوالا، يعني الدقه المراكشيه معروفه، كيجيو الناس كيضروا يعني كيجيبو معاهم الماتيريال ديالهم ديال الموسيقى، كيلعبو كينشطو حتى العشيه، يعني كيدوزو النهار كامل هنا. ممكن يكون السبت، ممكن يكون الحد، سا ديبون الناس اللي خدامين والناس اللي ما خدامينش، راه كيكون عندهم من الاثنين حتى الجمعة. هادشي اللي كاين. المهم هادي هي الدخلة ديالها، بغيت ندور لكم نشوفكم منين نزلنا. شوفوا الطوالة، هذا هو الباب ديالها من لهي، راه هو الباب ديالها. حنا جينا هاد الطوالة كاملة ها، وهي كبيرة ما شاء الله كبيرة، وهاد البلايص اللي دخلنا لهم راه كبير مازال. شتو كي تشوفو كلها ومعروفة بالشجر ديال الزيتون. هانتوما البنات، حنا غادي نطلعو هاد البلاصة دي فين كاين الشريج ولا السهرج ديال الما ديال المنارة. هادشي كلشي دروج، هاد البلاصة فيها دروج تماك، دروج يعني السلالم. هاديك البلاصة هنايا، هنايا والناس جالسين. غادي نطلع من هنا، نطلع من هنا ولا من لاخر؟ صافي تودر هذا هو السهريج، كترميو فيه الحوت، كترميو لهم شي حاجه كيبقاو كيطلعو كينقزو. هذه المساحه ديال السهريج المناره، لو فاس معنا هذه المناره، هذه معروفه في مراكش مناره. هذه كلها مساحه، دابا حنت مع الصيف ما عمراش بزاف، ولكن مع ديك 5 د العشيه الناس كيبقاو يجيو يضربوا الدويره. الحراره في مراكش الله يرحمنا، وليدات كيلعبوا مع الحوت. من يمتى ملي كنت باقا صغيره كانوا هنايا الدراري كيعموا فيها، اللي كيعرفوا يعوموا يعني هذوك العوام يعني مزيان كانوا كيعموا فيها، ولكن مؤخرا صافي حبسوا، لان ولاو كيجين الدراري كيعوموا كيغرقوا، صافي حبسوا هذا الموضوع ديال العومان الامن، من اجل الامن وصافي.
شفتوا دابا هكايا هي المناره كتطلع على على مراكش كامل ها من قبل. دابا حنت البنايات على وهذا الشيش كنسموها المناره كتطلع على وهاد الماء اللي فيها كيدوز لهاد هاد الماء اللي فيها منه كيدوز الغرف كله اللي كاين هنا. كيكون من هنا المطار تقريبا غير 10 دقائق كتشوفي من هنا كتكوني جالسه كتشوفي الطياره وهي نازله وهي طالعه. شو المنظر من هنا كيفاش داير؟ يعني والله الا كاين واحد البرد زوين كتحسوا به واخا كاين الصاط. شفتي هاد البلاصه كلها كتعمر في البرد او الربيع كيكون هنا عمر ما كتلقاش بلاصه كاع نهائيا، وخصوصا فاش يكون العطل كتكون عامره بزاف. ها غادي نزومي شتي هذاك هو المطار اللي لهيها. ها هو يا هذاك هو المطار قريب ل 10 دقائق حنا غندوزو غنمشيو الجهه الاخرى اللي لهيها وريكم يعني واحد المشاهدة تانية حدا اخرى واحد المنظر. راح الاجواء هنا زوينة واخا كاين الصاد ولكن الله يلا الجو زوين. هنا الناس بغا ينزلون المنظر كيفاش داير. اجيو نشوفو من هاد البلاصه هكايا ولا نعاودو نرجعو هانتوما شوفو. نورمالمون كانوا كيحلوا هاد الباب قبل كندخلوا منه هاد القبه المناره ولا شنو سميتها، ولكن دابا سدوه غندوزو للجهه الاخرى. هانتوما كان هاد الباب كيتحل دابا صافي سدوه. يلا نمشيو للجهه الاخرى. هاد البلاصه هادي يعني ممر واحد اخر كيف لكم راه كبيره كبيره بزاف. صافي هادي باش ندخلو ليها كنخلصو. شوفو يعني فاش كتخلصو الكبار 10 دراهم الاطفال 5 دراهم الزوار الاجانب 70 درهم 30 درهم يعني باش تدخلو تشوفو هاد المزار هذا. حنا نخلصو من بعد نشوفو نكملو يعني كنخلصو الايام العاديه كنخلصو فيها النهار الاول في العيد والجمعه كيكون كتدخلو مجانا كتدخلو مجانا يعني في الايام العيد والجمعه كيكون مجانا الدخول. كاين ما عندناش حاجه من هاد الدور لا هنا لبنا نطلعو كاينين الدروج لكن نشوفو القط لتحت هو الاول من بعد غادي نطلعو هنايا. هانتوما البنات
المعلومات هنا مكتوبين، اللي بيتعرف على مراكش وتعرف على السياحة الجمافية. شي الطرد ديال الشمال شوفوا هذا المنظر من هنايا، اللي بغى يجي يدخل مجانا يجي نهار الجمعة. هذا الصوت، هذا صوت طيارة. نطلع الفوق، حنا كنا في هذيك البلاصه اللي بقيتو عاقلين، وهنا كاين منين تتكب الماء. هاد هنا كيتكب الماء لهاد السريج او السهريج او ما عرفتش سميتو. ها هو شي تيجي من هنايا. المهم هذا كلشي كيتسقى به هاد المناره كلها، هاد الشجر كله. وهادو بروجيكتورات كيديرون بالليل، كيعطيو واحد الالوان في المناره. هادو يلا نطلعو، يلا صوت كترد. كيف شحال من شرجم او نافذة كتطلع على الشريج من هنا لهنا. هذه كتطلع على برا. شوفوا المنظر كيفاش داير. شوف على منظر، هو جامعتنا جامعة كتبية، صومعة كتبية هي. هاد البلاصة هادي كاين المطار، شوفوا من هنا ياسمين. الطيارات اكيد انا المطار. صافي هادشي اللي كاين البنات، شويه غنزول تحت نشوفو حتى لبرا ديك البلاصه. البلاصه اللي هي نخرجو من داك الباب، كنا من جينا دخلنا من باب لاخر اللي هي يا شي كبيرة. اوه انت راه هبطة؟ نو غادية، بتت غادية طلع هذا ال
عندها قناة ديالها. قناتك شنو هي؟ نورمالمون هي ما كتحشمش، ولكن عندي انا في القناة ديالي كتحشم دابا، في الفلوق ديالي كتحشم، وهي عندها قناة مازال هي كتبانها ما كنبانش. قناتك غنحطها لكم في صندوق الوصف وتمشيو عندها، اللي هي تو سيسترز. عندها يعني فلوغات زوينين، كدير داكشي عفويه وصاحبتها. دخلوا عندها شوفوها. طاجين، كاين واحد طاجين سعاد تكال. حنا خارجين صافي غاديين، شوفوا عندنا كاين الصيف لكن كاين الورد. يلا يلا نمشيو، ريحة الورد زوينة. انتما يعني شحال الساعة دابا؟ عندنا الوحدة و بداو الناس كيجيو يدخلوا. قبيله فاش كنا هنا مع ديك 12 تقريبا وربع، كانت باقا الدنيا ما عمرش. هانتوما الناس كيجيو من هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي، هاد الدخله كتجي من الجامع عرفنا اللي هي حدا الكتبيه. كيجيو الناس هنايا كيدخلوا، كيف كيكونوا في الصباح في الكتبيه ولا هذا، كتجي غير على رجليهم، راه سهله. دونك بدا كيعمر، ايوا هاد الوقيته كيبقى يعمر يعمر، حتى العشيه يكون عامر. عشان نختار الصباح باش نعرف نصور لكم براحتي، ما يكونش الزحام، ما يكونش هذا. داكشي جيت مع ديك 12 وصورت براحتي نوريكم هذا البلايص. صافي هادشي اللي كاين، حنا غنخرجوا من تماك ان شاء الله. منين نوصلوا الباب اللي لهنا غتشوفوا واحد المنظر واحد اخر ثاني. المهم انا غادي نزوم لكم باش تشوفوا من هنايا، وغنحبس حتى نوصل هذيك البلاصه. صافي توصلت تماك ونكمل. هادو اللي بغى يجي يشري بالنسبه للحراره داكشي، كيبيعوا هاد اللعيبات، هاد لي شابو ولا القبعات. ناخذوا الماء نيت من عندهم، كيبيعوا الماء. شروا الماء من عندهم، شروا نيت الماء من عندهم. هادو عاديين، وهادو ديال منطقه الشمال. هادي هادي، بس نشوفوا واش يقولوا. هادي الكتبيه ديكورات، اللي بغى ياخذ ديكورات. وهادي المناره اللي كنا فيها شتا، هادو شكلها كي داير فاش كنا فيها، الدخله ديالها والبلاصه اللي كنا فيها هنايا، وداك الشيء اللي صورنا هكا دايره. وهادو الديكوراسيون ديال مراكش. صافي غنخرجوا من هذاك الباب البنات، راه هو هادشي اللي كاين. ولا ميم شوز قدامو اللي تماك بحالو، توا كيبيع نفس اللعيبات. حنا وصلنا الباب، هاد اللي اتجاه كيدير المطار، ديريكت المطار. تما كاينين الجمال اللي باغي يركب فيهم يتصور فيهم، وكاينين الكوتشي او لا ما عرفتش اسمها بالعربيه شنو هو، عربه، عربه ديال الخيل، الحصان، الاحصنه اللي بغى يدير تور بها. حنا غنقطعوا ديك البلاصه باش نشوفوا هذوك. وهاد البلاصه هادي، هاد الطوال هادي كامله كي قلت لكم، هاد البلاصه كامله تمشي ليها كدير جامع فنا الكتبيه. طوبيسات، طاكسيات، كلشي اللي كيمشي تماك راه كي اللي بغا، اللي بغا يمشي ابي راه كيمشي ابي. صافي غنقطع الجهه الاخرى نشوفو الجميلات. جمال جمال الجميلات الجمال. نقطعو من هنايا، انا ممنوع نقطعو من غير مكان القطع.
كنخلصوا غرامه 25 درهم. فوالا نتسناو. هاد الاتجاه هذا غنمشيو فيه لدارنا، هاد البلاصه هادي الاتجاه صافي. هاد كتسمعوا هاد هاد الصوت كيعطي باننا وقفوا الطوموبيلات وندوزو حنايا راجلين. هادو بوني، لي بوني هادو صغارين بالنسبه للبنيتات وليدات صغار يركبوا فيهم. كاين الجمال، الجمال كتركبي كتضري توغ على ديك البلاصه كامله، ولكن حنا ما مستعدينش اليوم لان كاين الحراره الصراحه. كون جينا بكري ايه هادو الجميلات. وفي نفس البلاصه ثاني تماك البلاصه اللي هي نفسها حتى هي. صافي هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى انكم استمتعتوا معنا اليوم وتعرفتوا على المناره ديال مراكش اللي دائما كتشوفوها في التصاور هادي، ولكن من الداخل ما كتشوفوش شنو فيها. هادشي اللي كاين. كنقول لكم دائما قبل ما نختم، شكرا للدعم ديالكم، تشجيعاتكم، شكرا بالنسبه للبنات اللي دخلوا جداد مرحبا بهم. وما تنساوش اللايك، ما نساوش اللايك والاشتراك والتعليقات ديالكم. كنستافد منها انا التعليقات ديالكم، كنعرف واش القناه كتمشي لقدام ولا لا. هادشي اللي كاين البنات، الى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.